هتلاقيهم كتير جدا على الصفحات العربية لمواقع التواصل الاجتماعي قاعدين يشتغلوا بهويات مزيفة، عمالين يزرعوا الفتن الإلكترونية، ما ظهر منها بيضخموه وما بطن بيؤججوه، وهم في الأصل جنود في جيش الاحتلال الإسلامي. هي الوحدة 8200 اللي تكرر ذكرها في وسائل الإعلام الإسرائيلي. الوحدة دي بدأت بتكليف مجموعة من التقنيين البارعين عقب حرب 48 عشان يتجسسوا هاتفيا على الجيوش العربية. زودتهم إسرائيل عام 53 بأول حاسب آلي محل الصنع عرف باسم ويزاك. الحاسب ده عزز من قدرتهم على تحليل البيانات. خلال نكسة 67 اعترضوا مكالمة حاول فيها الرئيس عبد الناصر إن هو يشجع ملك الأردن الحسين بن طلال عشان يحارب ضد إسرائيل. المكالمة بثتها إذاعة جيش الاحتلال وكان أول كشف علني لعمل هذه الوحدة. الوحدة دي ساعدت جهاز الشباك على تعقب بدو سيناء في السبعينات اللي كانوا بينقلوا المعلومات لجهاز المخابرات المصرية، وتحدث بعد كده عن إنجازاتها عدد من المحللين الإسرائيليين في فترة الانتفاضة الأولى عام 87 أو الانتفاضة الثانية عام 2000 أو الحرب على لبنان عام 2006. فعام 2010 أشارت صحيفة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية أنها أنشأت قاعدة بصحراء النقب تعرف بقاعدة أوريم. القاعدة دي بتعتبر من أهم قواعد التنصب على مراقبة وسائل التواصل والمكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني حول العالم. ورغم كل اللي اتقال عن قدرتهم على التجسس وعلى التنصب، إلا أنهم فشلوا في التنبؤ بهجمات طوفان الأقصى، وفشلوا بالتنبؤ بحرب أكتوبر 73، وما زالوا حتى الآن فاشلين في تحديد موقع الرهائن الإسرائيليين داخل قطاع غزة.